عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. إذن مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في ملخص سباق هذا اليوم لهجني أصحاب السمو الشيوخ في الفترة الصباحية. كانت 14 انطلاقة لهذه الفئة العمرية من مسافة 8 كيلومترات، وكانت النتائج كالآتي. أول الأشواط الصباحية مشاهدينا الكرام من خلال المنافسات والتحديات في هذا اللقاء الصباحي الودي الجميل الذي جمع كل الشعارات، كانت العاصفة وهجنها حاضرة مع الشاهينية في 12 دقيقة 23 ثانية و4 أجزاء من الثانية لتحقق الانتصار في أول أشواط الصباح لهجن العاصفة وجماهيرها ومحبينها ولغياث الهلالي. بينما شوطنا الثاني ذهب مع شاهين لهجن الرياسة بمتابعة المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، قطع المسافة 12 ثانية و3 أجزاء من الثانية. الشوط الثالث كانت الشاهينية حاضرة بشعار هجن ند الشبا منتزعة الناموس ومحققة المركز الأول ب 12 دقيقة 27 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية بقيادة سالم بن سعيد. الشوط الرابع ذهب مع شاهين التابع لهجن الرياسة، حيث كان بن زيتون حاضرا في هذا اللقاء ب 12 دقيقة 43 ثانية و3 أجزاء من الثانية، حيث محمد بن عتيج من زيتون المهيري في عملية تضميره. الشوط الخامس نذهب للعاصفة ونعود من جديد إلى العاصفة وهجنها، والشاهينية انتزعت الناموس ب 12 دقيقة 28 ثانية و4 أجزاء من الثانية بقيادة غياث الهلالي. الشوط السادس سيأتي دور هملولة لهجن الرياسة بقيادة ظافر علي بن جمي اللهيبي، محققة التوقيت الأفضل في هذا الصباح ب 12 دقيقة 22 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهنين الناموس على هذا الانتصار والتهنية للظافر علي بن ميل اللهيبي. الشوط السابع نذهب إلى شاهين التابع لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بن محمد اللهيبي، محققا المركز الأول ب 12 دقيقة 40 ثانية و4 أجزاء من الثانية. أما الشوط الثامن نذهب مشاهدينا الكرام إلى الشاهينية تابع لهجن العاصفة، محقق النقطة الثالثة لهذا الشعار ب 12 دقيقة 25 ثانية و9 أجزاء من الثانية. أما الشوط التاسع فكانت أيضا الشاهينية لهجن ند الشبا بقيادة سالم بن سعيد حاصل على المركز الأول بتوقيت زمني مقياسه 12 دقيقة و27 ثانية وجزء واحد من الثانية، سالم بن سعيد في عملية التضمير، تهانينا والناموس. الشوط العاشر هملول لهجن الرياسة بقيادة ظافر علي بن جميل الوهيبي، كان المنتصرا والمحقق الناموس بالمركز الأول توقيته 12 دقيقة 47 ثانية و7 أجزاء من الثانية. الشوط الحادي عشر الشاهينية لهجن ند الشبا منتزعة الناموس ومحققة هذا التوقيت 12 دقيقة 23 ثانية بالوفاء والتمام والكمال في ثاني أفضل توقيت في هذا الصباح. الشوط الثاني عشر الشاهينية لهجن العاصفة انتصرت وحققت الناموس في هذا الشوط ب 12 دقيقة 30 ثانية و9 أجزاء من الثانية، والتهنئة للمضمر غياث الهلالي. الشوط الثالث عشر أيضا شاهين التابع لهجن العاصفة لهذه المؤسسة وانطلاقته حتى النهاية بالمركز الأول 12 دقيقة 55 ثانية و7 أجزاء من الثانية. بينما شوط الختام أيضا لهجن العاصفة كان حاضرا في هذه المنافسة وهذه التحديات، وهي النقطة السادسة لهجن العاصفة، تهانينا وناموس ولغياث الهلالي 12 دقيقة 24 ثانية وجزئين من الثانية، والتوقيت الزمني كان حاضرا في تحديات هذا الصباح المميز. هكذا مشاهدينا الكرام كانت التحديات والانطلاقات القوية في مجمل أشواطنا الصباحية.